السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة نحب نرحب بحضراتكم معنا، نحب نرحب بكل أم وبكل أب، بكل إخواتنا الشباب، ونحب نعرفكم بنفسنا الأول إحنا مين. إحنا تجربة نتمنى من الله إنها تنجح وتستمر. إحنا حالة من حالات الطموح الموجودة داخل المجتمع المصري. لو هنتكلم عن الطموح يبقى لازم نتكلم عن الإصرار، نتكلم عن العزيمة، نتكلم عن الحلم، نتكلم عن المقدرة عن تحقيق هذا الحلم. الطموح هو إنك تكون الإصدار الأول من نفسك وما تكونش الإصدار الثاني من شخص آخر. الطموح هو إنك لو مش هتحلم معايا مضطر أحلم لوحدي. الطموح أيضا هو إنك تحقق حياة أفضل ليك ولأهلك ولمجتمعك. الطموح هو الحاجة اللي أنت عايز تعملها، مش اللي أنت بعيد عنها وخايف منها. لازم تحط قدامك أهداف واضحة عشان ما ترجعش تلوم غير نفسك لو أنت ما وصلتش للحاجة اللي أنت عايزها. الطموح هو إنك تتحدى كل الصعوبات وتعافر وتجرب كل الطرق المتاحة اللي ما تضرش غيرك، وتسعى بقدر الإمكان إنك تحقق الهدف اللي بتحلم بيه. إحنا بقى مجموعة شباب بتحب حاجة، بتحب الإعلام، عاوزة تنجح فيه، وشباب اشتغلت على نفسها عشان توصل وتحقق اللي بتتمناه. درسنا الحاجة اللي بنحبها ومارسناها، امتحنا لغاية ما وصلنا إن نكون وسطيكم ومعاكم بدون واسطة وبدون ما نكون أبناء إعلاميين أو أبناء ممثلين. نتمنى إننا نكمل ونقدم لكم فكر راقي، فكر يحترم عقولكم، وإننا نلاقي الدعم والمؤازرة اللي تخلينا نكمل وما نكونش مجرد حالة عابرة في الإعلام. بنحلم إن يكون في ناس كتير زينا بتعافر في كل المجالات لغاية ما توصل لحلمها اللي بتحلم بيه. عشان نفرض على المجتمع إن يدينا الفرصة إننا نثبت نفسنا، وصدقوني صدق حلمك حلمك هيصدقك، لأننا لو بطلنا نحلم فعلا هنموت. معاكم حمادة جمال منى الرفاعي في أولى حلقات برنامجنا إحنا والناس، من الناس للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك قدمت المقدمة، يعني عرفت الناس بيها، وأكد يعني السيد إسماعيل صالح إبراهيم مواليد المحلة الكبرى، مواليد 31/8/59. بداية حياتي طبعا من الطفولة، مش طفولة عادية، كانت طفولة صعبة بالنسبة لي. والدي توفى في سن وأنا كنت في سنه صغير، يعني في سن 13 سنة كده، ولقيت نفسي طفل وشايل مسؤولية أسرة ومسؤولية بيت، وفي نفس الوقت عايز أكمل تعليمي لأني كنت حابب التعليم جدا ومتفوق دايما في الدراسة. فالحمد لله ربنا كان بيوفاني وحاول أني أشتغل في أي مجال كنت بشتغل فيه. طبعا أنا ما كنتش متخيل أني مثلا هبقى في الوضع دوت تاني يعني وكده. فالمهم في ناس ربنا أكرمها ووقفت معايا، فالمهم قدمت فربنا أكرمني واستلمت الشغل بتاعي في 25/5/91 كعامل خدمات معاونة. من بعض الزملاء كانت في أستاذة كانت بتشيل لي الكتب بتاع الثانوية العامة، هي ما كنت بذاكر منازل والله، وكانت بتجيبها لي لغاية الشغل. وكانت في ناس برضو من الإخوة الزمايل كان في بعضهم كان بيساعدني في الدروس وكده، وربنا أكرمنا والحمد لله، وفضل برضو الناس اللي كانت واقفة جنبي. احنا تعيننا مع بعض في المعهد القديم اللي هو في طريق كفر الشيخ سنة 91. هو كان عامل هناك في المعهد، بس احنا شايفينه ان هو تصرفاته وسلوكه كده مش، وهو يعني شبه برضه يعني غير راغب، مش حاجه مريحاه ان هو يكون عامل يعني. فهو كان بيسال عاوز يذاكر وكلام من ده. فانا عرفت ان هو قدم في وبيذاكر اولى سنه، والحمد لله ربنا وفقه، وثانيه وثالثه شفت ان هو مسك رئيس وحده رعايه الشباب وخلص البكالوريوس بتاعه. كان متعين على الدرجة السادسة، لكن هو طموح وأصر أنه هو يبقى مؤهل عالي، وربنا وفقه وتعين وتساوت الوظيفة بتاعته وتعين بالمؤهل بتاعه على الدرجة الثالثة، ووصل لحد ما طلع معاش وهو خد الدرجة الأولى الوظيفية بتاعه. لكن هو من الشخصيات اللي هي طيبة جدا، حنينة جدا، من الناس اللي هي ممكن تغضب بسرعة ولكن تهدى بسرعة، وممكن والدمعة بتاعته سريعة، ده دليل ان هو خامة طيبة جدا يعني. في وحدة رعاية الشباب انا شفته ان هو نموذج، ان هو قائد في وحدة رعاية الشباب، بيعرف يدير المجموعة اللي معاه وكلهم بيحبوه بصراحة يعني.
أنا عاشرت الأستاذ سيد وهو رئيس جهاز رعاية الشباب هنا في المعهد. الحقيقة هو كان متعاون معانا، يعني دوره متميز، كان بيريحنا، كناش بنحس إن إحنا مثلا مطالب مننا إحنا نتابعه أو نشوف هو بيعمل إيه أو ما بيعملش إيه. الحقيقة كان بيعمل الدور المطلوب منه بكل يعني إخلاص وبكل تقدير يعني، ودي حاجة إحنا لاحظناها فيه طول ما أنا كنت وكيلة هنا في المعهد يعني. أستاذ صالح وبيخدمنا كلنا، بيخدم من الشباب كله بتاع الحتة. أستاذ سيد صالح من أهل المنطقة وراجل مكافح وكلنا عارفينه، وراجل خدوم وابن المنطقة وطول عمره شقيان، وطول عمره شقيان بإيده بس. والله أستاذ سيد راجل محترم عندنا هنا في المنطقة، ومحدش بيسمع صوته وبيخدم الناس، وراجل كويس وقصة كفاحه اللي هو كنت أنا أعرف إن هو عامل نظافة، والنهاردة بقى مدير عام. راجل محترم وراجل كويس، واي حد بيطلب منه حاجه ما بتاخرش بصراحه. محترم محترم وراجل تمام قوي، وراجل كلمته واحده وبيخدم الناس، واحنا نفسنا ربنا ينجحه. ينجحه فين؟ يبقى عضو في مجلس الشعب. ورجعنا لحضراتكم تاني، وده كان تقرير بنوثق بيه فكرتنا عن الطموح وعن قد ايه لو عاوز توصل لحاجه هتفضل تعافر لغايه ما توصل لها. معانا كمان حاله تانيه برضو تمثل الاصرار والطموح اللي موجود داخل المجتمع المصري. معانا استاذ هيثم عادل، ده نموذج للشباب المشرف داخل مصر. هيثم كان شاب سليم جدا ودخل ادى الخدمه العسكريه، هو اثناء اداء الخدمه العسكريه حصلت له اصابه بالغه جدا وهو في الخدمه. آثار الإصابة اللي حصلت له دخل في حالة من الغيبوبة لمدة 30 يوم. بعد ما قام من الغيبوبة تفاجأ أنه هو غير قادر على الحركة تماما، كان عنده شلل كلي. طبعا دخل في حالة من الاكتئاب والانهيار بسبب اللي حصل له، إحباط غير طبيعي. بس في الآخر أو في أقل وقت ما قدرش أنه هو يستسلم لهذه الإصابة. دخل مجال الرياضة ودخل مجال السباحة، لأن هي يعتبر كان العلاج بتاعه عن طريق العلاج بالمياه أو العلاج بالسباحة. اجتهد وحصل على بطولة الجمهورية، وحصل أيضا على الميدالية الذهبية المسافات الطويلة في البحر، بطولة 750 متر. احنا مش عايزين نتكلم كتير، عايزين نخلي أستاذ هيثم يكلمنا أكتر عن ما تعرض له وما هو قال إليه الآن. تقريبا معنا اتصال. أستاذ هيثم السلام عليكم. ازيك يا أستاذ هيثم؟ أستاذ هيثم احنا بنرحب بيك، واحنا يعني احنا فخورين جدا بأي شاب مصري بيقوم برحلة إصرار وطموح في أي من المجالات. بالنسبة لحضرتك كانت الإصابة اللي موجودة وحضرتك في الجيش المصري، حابين حضرتك تكلمنا عنها أكتر. والله الحمد لله على كل شيء قبل أي حاجة. أنا كنت طبيعي جدا، طلبت للتجنيد، رحت أدية الخدمة، وأراد ربنا إن أنا أتصاب جوه الخدمة. طبعا بناء على الإصابة دي دخلت في غيبوبة، الغيبوبة دي كانت في 30 يوم. فقمت ما كنت إنسان طبيعي، وبتحرك وبروح وباجي وبخرج مع أصحابي وبعمل كل حاجة وبشتغل. قمت لقيت نفسي ما بتحركش من الغيبوبة دي، طب أنا إيه اللي حصل لي ده وبتاع. طبعا دخلت في فترة اكتئاب كبيرة جدا على أثر الصدمة اللي أنا حصلت لي. الواحد كان بيتحرك وبيمشي مرة واحدة لا نفسه زي السرير سوري. وبعدين قعدت يجي سنتين كده ولا حاجه في العلاج، وفي ما بروحش العلاج، لا انا خلاص انا هبقى كده، مش عايز اكمل، انا خلاص هي دي حاجه هتبقى كده. فلما لقيت اللي انا فيه ده بيدخلني في دايره مش هتخلص خالص، وفي نقطه سوداء مش هتخلص خالص. ففوقت نفسي بعد فتره، بس فوقت نفسي كويس جدا. انا قلت لا، فلازم احاول حتى ان انا ارجع نص الاول حتى. فابتديت علاج، والدكاتره قالوا لي ان انت لازم تعمل علاج طبيعي، وفي حاجه اسمها علاج مائي، ان احنا المفروض نخش جوه حمام السباحه وبنتعالج. فلما دخلت حمام السباحه عجبتني الفكره، طب انا ليه ما اعومش يعني؟ لقيت كل الحالات اللي يعني طبعا في كذا حاله زي ان هو بتتعالج برضه حاجه اسمها هيدروثيرابي في الميه. ف لما اتعالجت وكده فانا حبيت ان انا اجرب العوم. تمام. طب خليت الدكتور يكون جنبي والكابتن يكون جنبي، طب انا هجرب. بس انا كنت بعرف الاول انا اروح مثلا مصيف زي اي حد، بس انا عايز اجرب. رحت
قالوا لي طب خلاص انا حاولت ما خدتش. طب يا جماعه طب ما فيش رياضه للسبيشال اللي ذوي الاحتياجات؟ قالوا لا في. طيب ماشي انا عايز اخش اي نادي اجرب حتى امارس الرياضه. مش ما كانش في دماغي انا مثلا هوصل انا احقق بطوله، هو كانت في دماغي ان انا امارس الرياضه بس. فما دخلت النادي كان ابتديت اتمرن واشتغل نفسي كويس جدا، واتقيدت في اتحاد السباحه واتصنفت. فابتديت اول بطوله دخلت في اول بطوله كانت في شهر 3/2018 اللي فات ده، كان في نادي السيد. تمام. فجبت فيها رابع، والمراكز بتبقى اول واثنين وثالث بس. فبرضه اتضايقت ان انا يعني بعد التمرين ده كله ما حققش مركز. فالكابتن فضلوا جنبي، والدتي واهلي ساندوني جدا انا اكمل، لا اكمل تاني. فكملت الحمد لله، وجت بطوله بعديها في نفس السنه كانت شهر 11، كانت مقامه في استاد القاهره، كانت بطوله الجمهوريه. فحققت فيها ثلاث جمهوريه وميداليه برونزيه. فكملت اشتغلت على نفسي اكتر واكتر واكتر. فجت كان في بطوله اسمها الباراليزم الاتحاد الفرنسي، دي بطوله مش عالميه بس يعني الاتحاد ده عالمي يعني على مستوى العالم كله. عرفنا يعني ايه اتحاد ثلاثي. اتحاد ثلاثي دي لعبه بتبقى ميه المفروض بتنزل البحر. الايفنتات بتبقى ثلاث ايفنتات بس في ايفنت واحد كلها مرتبطه ببعضيها، بمعنى ان حضرتك بتنزل الميه مثلا في البحر، اي بحر عموما حسب ما الاتحاد بيحدد المكان. بتنزل البحر بمسافه مثلا 750 متر وبتطلع على طول مباشره السليم، لان بتبقى فيها نورمال وفي فيها سبيشال يعني فيها ذوي احتياجات وفيها ناس سليمه. السليم بيجري على رجليه وبعدين بيركب عجله بايك العاجل وبيجري. لكن مثلا انا كواحد مشرف المفروض ان انا اكون في البحر 750 متر ومباشره ما فيش بين ده وده فاصل، لمجرد قعدت على الكرسي وجريت. كان البطوله مقامه في السويس، 750 متر في البحر وجريت على طول، قعدت على الكرسي وجريت في كورنيش السويس 5 كيلو رايح جاي، وبعد كده دخلت عند البحر تاني. والحمد لله كانت البطوله دي في شهر سبتمبر اللي فات. جبت فيها اول جمهوريه وذهب الحمد لله. في اي بطوله انت شاركت فيها خارج مصر؟ لا لا لسه، بس ان شاء الله في الجاي احسن. وانا دخلت برضو بعد ما انا لقيت في لعبه كره سله برضو على كرسي كمان. المفروض انت تكون قاعد على كرسي متحرك تلعب سله، اللعبه دي قويه جدا جدا جدا، وانا متفائل بها طبعا. انا دخلت وتأيدت فيها الحمد لله، بس لسه طبعا برضو ما دخلناش فيها بطوله عشان لسه داخل فيها من قريب مش من جديد، بس السباحه اللي دخلت فيها بطوله الحمد لله. طب كلمني يا كابتن هيثم عن النادي واحتوائه ليك وانت في كنت في الحاله الصعبه اللي انت كنت فيها. لا لا، كل من احتواء كويس جدا وبيعاملنا كويس جدا. هو بس في مشكله بسيطه بس، ان يعني احنا كلنا مش انا بس، احنا كلنا لعيبه السبيشال كلها في اي رياضه، او مش في اي رياضه، في رياضات معينه ورياضات لا، يعني احنا اللي بنصرف على نفسنا بجد، ما بناخدش يعني سوري ما بناخدش جنيه من اي حد، ما حدش بيدينا جنيه، مع ان المفروض ان احنا بيجينا دعم من شركات من رجال اعمال من بس ما بنشوفش. بنروح مواصلات على حسابنا، بنركب على حسابنا، نجيب الادوات الرياضيه على حسابنا، بنشترك حتى في الايفنت بتاع البطوله على حسابنا. طب ايه الرساله اللي انت عايز تحب توصلها دلوقتي؟ والاتحاد مثلا المفروض يعني الدعم، يعني احنا مش اقل مثلا من الناس اللي بتلعب كره قدم. احنا بنجيب بطولات برضه، بنتعب، مش مثلا مش بنضحك بنكون نايمين في البيت وبنصحى نجيب بطولات، لا ده احنا بنتعب، ممكن نتمرن والله سنه بحالها سنه عشان نستنى مثلا بطوله واحده، مع ان بيكون لنا ست بطولات. في الاخر ياجلوا لا البطوله دي مش تنفع عشان مش عارف ايه، البطوله دي مش تنفع، البطوله مش تنفع، في الاخر يعني نتمرن سنه كلها على بطوله واحده. بس في الاخر بنحقق حاجه، في الاخر ما بناخدش حاجه، بناخد الميداليه وناخد شهاده تقدير ونحطنا في البيت ويلا واللي بعده. لكن ما بندعمش، ما حدش بيكرمنا، ما فيش. انت يعني انت حضرتك بتتكلم عن التقدير المعنوي فقط هو اللي احنا بنلاقيه المعنوي والمادي. المعنوي والمادي، ما هو دلوقتي احنا مثلا في ناس فينا ما بتشتغلش، في ناس فينا متجوزه ومخلفه، فان هي تكون يعني هتصرف على مراته يعني لا يصرف على مراته ولا على ولاده ولا على مواصلاته للتمارين. اصل المواصلات مش الناس كلها من القاهره، في ناس بتيجي من بره القاهره تيجي مواصلات وتمارين واكل وشرب. فالموضوع فيه بيبقى ايه؟ ضغط ولود جامد جدا على الناس. فالمفروض يعني ان احنا ناس بتاخد بطولات، احنا بنتعب عشان ناخد البطوله دي، المفروض يبقى لنا يعني كل الدعم ده، يعني ده ابسط حقوق الصراحه. هو كل الدعم من جميع طوائف الشعب المصري زي حضرتك ولاي حد في مكانه وفي مجاله بيحاول يسعى ان هو ينجح ويشرف نفسه ويشرف اهله ويشرف مجتمعه.
عايزك في نهايه اللقاء استاذ هيثم رساله بسيطه تقولها في عجاله عن الطموح والاصرار. مفيش حاجه اسمها مستحيل، بس هو ده الموضوع، مفيش حاجه اسمها مستحيل نهائي نهائي. طول ما انت في نفس خارج منك ده وتعمل مستحيل، فانت بتحط نفسك المستحيل، لكن ما ينفعش نستسلم لاي حاجه في الدنيا. مصر تبقى احلى لو فيها طموح اكتر واصرار اكتر وتحدي اكتر ومعافره اكتر. ده للسليم وللمصاب ولاي حد. مفيش حاجه بجد بجد اسمها مستحيل في اي حاجه. تمام. ولا في الشغل ولا في الرياضه ولا في الحياه العمليه ولا في اي حاجه، مفيش حاجه اسمها مستحيل. تمام. بنشكرك كابتن هيثم عادل عبد الشافي ابن المطريه، بنشكرك شكرا جزيلا، وتحيه من فريق البرنامج لحضرتك، شكرا جزيلا. عايزين بقى نتكلم عن محور برنامجنا النهارده. محور برنامجنا وفكرته هي مستوحاه من اسمه، وهي من الناس للناس. احنا بدورنا الاعلامي ومن خلال برنامجنا هنتكلم معاكم عن اشكال طبقات المجتمع بكل طوائفها، بكل طوائف المجتمع ومشاكلها المختلفه، بدايه من الطبقات المهمشه، الطبقات الفقيره، المطحوره، المغلوبه على امرها. مساعدتهم هيبقى العويل اللي احنا هننفذه. احنا عايزين نساعد الطبقات عشان توصل صوتها ومشكلتها داخل ارجاء المؤسسه الحكوميه. كل ده هنناقشه وهنحاول نحله مع بعض في برنامج احنا والناس. عشان كده عرضنا للمشكلات دي هيكون من ارض الواقع الملموس، وهنحاول على قد ما نقدر اننا نوصل اصوات الناس للمسؤولين لغايه ما ياخدوا كافه حقوقهم. موضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن محكمه الاسره، ومين الجاني ومين المجني عليه، الزوج ام الزوجه ام الاولاد. هنحاول على قد ما نقدر نقدم وجهه نظر مختلفه نتكلم فيها بشكل حيادي جدا عن محكمة الأسرة، ومين السبب في الوصول لهذه النقطة، وهي أننا نقف قصاد بعض كزوج وزوجة في المحاكم. في الطبيعي أن طرقات محاكم الأسرة في مصر لا تخلو من سيدات باحثات عن الطلاق وباحثات عن الخلع والدعاوى القضائية اللي بتطالب بالنفقة من أباء تركوا أبنائهم، زوجات انتقلت للعيش بعيدا عن الزوج، أزواج يطلبون زوجاتهم في بيت الطاعة، وكمان في دعاوي للنشوز. الجميع في محاكم الأسرة بيتزحم عشان غياب الدور العرفي. كان زمان لما كان يحصل فيه مشكلة ما بين الزوج والزوجة كان يتجه إلى حكم من أهلها وحكم من أهله، ده كان اسمه الدور العرفي، اللي هو يعني في كلامنا اللي هو الأعداد بتاعنا، الأعداد العرفية أو الأعداد العرب أو إلى آخره. كانت ديت المحطة الوحيدة اللي ما كانش ينفع يتجاوز فيها قطار المشكلات والخلافات الزوجية في المجتمع. الآن إيه اللي حصل؟ إحنا مش عارفين. طب إحنا ليه وصلنا للمرحلة دي؟ السؤال ده يحتاج إلى إجابة، وإجابة قاطعة. تعالوا نشوف التقرير ده مع بعض ونشوف آراء الناس ونرجع نناقش موضوع حلقتنا مع ضيوفنا. المشكلة أقول المشكلة من بنتي أبقى كذاب، يبقى من هو من جوز بنتي يبقى كذاب. هي المشكلة انقطعت والنصيب اتقطع بالاتنين، وهي اتجوز. الضحية بيبقى مين؟ الطفل. الطفل هو الضحية. يعني تخيل لما يكون عيلة زي دي النهاردة في سنة أولى إعدادي ملهاش واحد زي حالاتي، ربنا سخر لها واحد زي حالاتي، أنا جدها أبو أمها. كانت تبقى دي مصيرها إيه؟ مش من أطفال الشوارع؟ كانت المشكلة اللي بين الزوج والزوجة مشكلة ممكن حلها بالطرق الودية يبقى أفضل طبعًا. لأن طبعًا يعني أنا رأيي إن ما يعني ما يلجأوش للزوج والزوجة ما يلجأوش للمحكمة إلا في المشاكل الكبيرة. اللي هي خلاص بقى يعني ما ينفعش فيها الاعداد العرفيه والود يعني مثلا حاجات بسيطه، خلافات اسريه بسيطه يعني عن مصروف البيت، عن حاجات بسيطه جدا يعني الخروجات، الكلام ده كله، دي كلها امور بسيطه ممكن الزوج والزوجه يحلوهم مع بعض ببساطه يعني بدون ايه ما الموضوع يكبر ويروحوا يوصلوا للمحاكم وكده يعني. وده اللي كان متبع قبل كده، وكانت يعني نسبة الطلاق ما كانتش بالنسبة للموجودة دلوقتي. يعني حضرتك نسبة الطلاق زادت قوي دلوقتي، زادت جدا يعني. دلوقتي محدش بيقول على الشخص اللي قدامك ان هو كويس ولا لا. اول حاجة انت سألت على الانسان، قالوا كويس، واحنا لما خدنا الانسان اخترناه في الدين واخترناه في الشريعة واخترناه في كل حاجة، وقالوا علينا كمان ايه؟ من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا أن تفعلوا تكون إيه؟ فتنته في الأرض وفساد. وبناء عليه جوزت بنتي وهي في الكلية، وهي في الكلية على الأساس ده، على أساس أن أنا لو سبت الشخص ده هخسره. جيت بعد كده لقيته لصنها
ولا صان اهلها ولا صان حاجتها. ما التقر لا، انا عايزه اي واحد ياخد عيله ولا ياخد بنت ولا ياخد واحده يتقي الله فيها، يتقي الله في اسرتها، يتقي الله في البيت اللي فتح له بابه. انا فتحت الباب لابن ليا، يعني انا لما افتح الباب وادخلك بيتي يبقى فتحت لك الباب على اساس ان انت ابني. اول حاجه اتاملها من ابني ان يكرهني انا. اصبروا عليهم، لا ما يشوفوش العذاب، يقدوهم ان العيال تمشي تذهب من كتر الاحوال. يعني انا واخده واحد عليه 5 بنات، محدش اداله النصيحه، بل كل شجعه على الغلط ان هو يعمل، على ان هو يؤذي، على ان هو يضرب، على انه يهين، على انه يبهدل. طب ليه يا ابني؟ ليه عملت فيك ايه؟ وبناء عليه انا هو عمري انا هلتجأ من المحاكم ليه؟ انا كان في لا ليا في سجل في محاكم ولا ليا سجل ولا اعرف دخلت ولا دخلت محكمه قبل كده. بس من ايه؟ من الاحوال ومن الكلام ومن قذاره الكلام اللي قالوه. ليه انت دخلت بيت عشان تهينه ولا عشان تصونه؟ انت دخلت بيت بقيت ابني فيه ولا بقيت عدو ليه؟ انت المفروض لما تدخل بيت تكون ابن للبيت اللي انت دخلت بيه، تكون بار بالزوجه اللي انت دخلت فيها. هي على حسب نوع المشكله بالظبط هي اللي تحدد ان كان مشكله تروح لمحكمه الاسره او لا. ان مثلا لو حاجه زي الخيانه الزوجيه او مثلا الزوجه وصلت لمرحله ان ما ينفعش تكمل مع الزوج او الزوج كذلك برضه ممكن نروح لمحكمه الاسره، لكن لو مشاكل بسيطه او سهله ممكن نحلها ما بيننا وبين بعضنا، او مثلا نعمل لقاء مثلا مع والدها او والدي ونتجمع مع بعض ونشوف المشكله ايه ونوصل لحل عشان خاطر برضه الاولاد ما ينزلوش في وسط المشكله دي. يعني تقريبا اكتر من حوالي 60-70% من المشاكل هي ممكن تتحل بدون ذهاب لمحكمة الأسرة. محكمة الأسرة بتعتبر حل نهائي إذا لم يتم الصلح ما بين الزوجين، يعني لأن طبعا مجرد ما الأمر بيوصل لمحكمة الأسرة مباشرة فكده بقى في شق قانوني أو في شق حساسية نفسية ما بين الطرفين، يعني يقول لنا أنت وديتني المحكمة فيبتدي نوع من العناد. لكن ممكن مشاكل الأسرة يبقى في مشاكل بسيطة جدا وهم كانت عاقلة فمعلقة في الأوضة بدلة للأب عشان برضك تزرع جوه الطفل إن أبوك موجود وحاطة فيها فلوس، فكل ما يقول أنا عايز كذا يا ماما خد من جيب بابا هو سايب لك فلوس في جيب الجاكيت. لا طبعا هو في بالنسبة لمحكمة الأسرة في يعني في عصرت مشكلة قريب يعني عندي بيبقى فيه علشان الأولاد ما تتأثرش فبيبقى بيتم الطلاق بالتراضي، بيتعمل عقد بيتكتب عند محامي يعني وبيروحوا محكمة الأسرة بيجيبوا مأذون وبيطلقوا بالتراضي، بيبقوا متفاهمين على كل حاجة وبيروحوا يا دوبك يوثقوه ويسجلوه في كل حاجة، ودي أحسن حاجة اللي هي من غير مشاكل. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل مناقشة موضوعنا النهاردة مع ضيوفنا وهو محكمة الأسرة ومين المسؤول عن وصول الزوجين للوقوف ضد بعض داخل المحكمة. نرحب بالأستاذ محمد الجندي المحامي، أهلا بحضرتك يا فندم. ونرحب بدكتور عبير سكر استشاري العلاقات الأسرية، أهلا بحضرتك. ونرحب بأستاذة إنعام السيد عباس، أهلا بحضرتك. هنبدأ مع الدكتور عبير سكر، مرحبا بحضرتك مرة تاني. دكتور عبير، يعني من واقع عملك كاستشاري للعلاقات الأسرية، يعني إيه اللي خلانا نوصل إلى هذا الحد وهذا الرقم اللي موجود في محكمة الأسرة الذي يتعدى أكثر من 1,150,000 قضية داخل محكمة الأسرة؟ وإيه البعد اللي إحنا كنا من 20 سنة كانت المشاكل دي بتحل إزاي؟ ودلوقتي إيه الكم الكبير ده في عدد المحكمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول إن إحنا بعدنا عن الدين، بعدنا عن اللي إحنا تربينا عليه، بعدنا عن الناس بدأت تتخلى عن واجباتها، اللي الأم ما عادتش بتوجه صح، التربية جوه البيت ما عادتش زي الأول كانت الأول، حتى لو حصل مشاكل بنحاول نحلها بيننا وبين بعض، حتى لو تفاقمت الأمور وغضبت وراحت بيت أهلها باباها أخوها بياخدها من إيديها ويرجعها البيت ويحاول إن هو يحل المشاكل، فكنا بنحاول إن احنا نحافظ على الكيان. دلوقتي لا، احنا
يعني مغروس جواهم، احنا داخلين معركة مين هيثبت نفسه، مين اللي اقوى، مين اللي هيمشي كلمته. وبالتالي احنا ما عادتش شركة، فاحنا تخلينا عن اللي ربنا قاله، وجعلنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. صح؟ فين بقى المودة والرحمة لما فقدنا جزء السكن والمودة والرحمة؟ رحنا محكمة الأسرة. الدور العرفي اللي كان بيعتمد عليه كفلاحين زمان، انت عندك مشكله مع زوجك، هو بيشتكي، يروح لابوها يشتكي له منها، فيقول له اكسرها لي وهاتها لي وانا اعالجها. لو كان في مشكله من الزوج ده، هو عمل كذا او راح كذا او ما يصرفش على البيت او الى اخره، كان بتوصل ان الست بتشتكي برضه لابوه فيتم حل المشكله، وكان في عقلاء وفي حكماء. هل دلوقتي العادات والتقاليد عندنا في مصر اختلفت ولا انتهت؟ هي مش قصه بقى عادات وتقاليد، خليني اقول احنا ما شاء الله يعني بقى كل واحد فينا دلوقتي هو الكبير، فاحنا ما عادش حد بيدور على الكبير فين. احنا كان الاول المثل بيقول لك اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. احنا ما عدناش، احنا حتى بقى دور الكبير بنهمشه، ما عدناش بنلجا للكبير. هو انا صغير انا واعي بقدر كافي، انا اعرف ازاي احل مشاكلي واحل اموري، وانا ايه اللي يخليني اروح اشتكي ولا هي انا؟ لا، انا هعرف احل اموري، ولو وصل الامر ان احنا نسيب بعض احنا هنسيب بعض. طب وده سبب تربيه ولا ايه السبب في ده من الاساس؟ التربيه حاجه، ضغوطات حياة زادت قوي حاجة تانية، بعدنا برضو برجع أكرر مرة تانية بعدنا عن الدين، ده أهم حاجة. أستاذ محمد الجندي، في سؤال بقى في القانون، هل القانون وضع ليه حل للمشاكل الأسرية في مصر؟ يعني هو بيحل المشاكل الأسرية بالفعل ولا هو قانون داخل في مبدأ العناد ومبدأ اللي أنا هقسم رقبتك أو هقسم ظهرك و بداية أنا برحب بحضرتك جدا وبشكرك على الاستضافة الجميلة دي. وبالنسبة لسؤال حضرتك دوت، هو أكيد أن أي قانون بيوضع بيبقى وضع للحماية. هنا حضرتك لما نيجي نبص للخلافات الزوجية ما بين الزوج والزوجة، لازم طبعا القانون يتدخل لحماية الزوجة، فهنا طبعا القانون وضع للحماية بتاع الزوج باختلاف الحالات. فعندنا كل قضية بتبقى مختلفة عن التانية، تمام، بحيثياتها، بمضمونها، بنفسيات الخصوم فيها. لأن أنا عندي كل قضية، يعني لما يبقى عندنا الزوج عنفواني شوية مثلا، بيستخدم الضرب، بيستخدم الأهانة للزوجة، فطبعا من هنا القانون بيتصدره. أي زوج مثلا ما بيصرفش على أولاده، القانون هنا بيتصدره. على الجانب الآخر برضه، لما بتبقى زوجة مثلا تعصي جوزها أو تخرج عن إرادته، بردك هنا القانون بيتصدر. فطبعا القانون وضع لحل المشاكل. ومن ناحيه تانية بردك القانون، وخاصه قانون الاسره، في ما يسمى بلجنه التسويه. لجنه التسويه دي وضعت في التشريع ووضعت في القانون للجوء اليها، للعمل زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه، ان احنا نلجا للجنه العرفيه بدايه. والقانون بس ما اكتفاش بكده، لا، ده الزمه وجعله وجوبي، ودون اللجوء إليه الدعوة بتاخد عدم قبول. فهنا برضك القانون بيحاول يتدخل للحد من المشاكل الأسرية. فطبعاً إحنا ما نقدرش ننكر الدور دوت للقانون. طب هنرجع للأستاذة شيماء. دلوقتي لجان التسوية ولجنات المنازعات الأسرية، هل بالعدد الكامل اللي موجود في المحاكم اللي هو 1,000,000 قضية، هل اللجنة دي ليها حل تحل المشكلة من قبل ما توصل للمحكمة؟ هو في بعض الحالات، يعني لجنة التسوية في مبدئيا الكلام بتعمل جلسة للزوج وجلسة للزوجة، بيحضروا في مكتب التسوية، ممكن على أساسها يبقى في حل، ويعملوا على أساسه عقد اتفاق وصلح ما بين الزوج والزوجة. لا، والكمان القانون شرع لمكتب التسوية إن هو يصدر صيغة تنفيذية حسب الاتفاق الحاصل ما بين الزوج أو الزوجة، فده بيرجع لمكتب التسوية. بس نقطة ان التسوية بتعمل على حل المشاكل ما بين الطرفين، لا. النهاردة يا أستاذ حمادة في المحلة الرول بس يوميا بيتعدى 200 رول، حسب المركز اول ثالث، حسب المحلة كلها. فانت النهاردة الموظفين بيبقى همهم الشاغل ان هم يأيدوا الطلب بس، فهيحلوا انهي طلب؟ هيحلوا الطلب ده ولا الطلب ده ولا الطلب ده؟ فطبعا لا، الموضوع دلوقتي بقى روتيني مش اكتر.
طب خلينا نروح لاستاذ محمد، حضرتك شايف ان القانون فعلا بينصف المراه كما يزعم بعض الناس، ولا هو واقف حيادي ما بين الراجل وما بين الست؟ والله يا استاذه برضك الموضوع ده والاشكاليه دي برضك صعبه شويه ان احنا نجاوب فيها اجابه تجزم الموضوع، لان برضك باختلاف الحالات وباختلاف القضايا. يعني مثلا لما نيجي نبص لقضيه نفقه، قضيه نفقه الزوجه مثلا اتحكم لها ب 2000 جنيه ما بتقدرش تتقاضى منهم غير 500 جنيه بس عن طريق بنك ناصر تبع البنك اللي هي تبعه. طب مثلا هي هتيجي تنفذ بقى ال 1500 التانيين دول هتاخدهم ازاي؟ بتلجا لحاجه من الاثنين، لا اما عن طريق التنفيذ عن طريق المحضرين، لا اما عن طريق دعاوى الحبس. ده طبعا بيمد وبيطول لها في 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 في, في اجراءات ان هي تاخد المستحقات بتاع صغرها، لان النهارده 500 جنيه ما يكفوش حد، لا يكفوا طفل ولا يكفوها هي. فالنهارده لما مثلا اتحكم لها ب 2000 جنيه، ال 1500 دول هتنفذهم ازاي؟ بتلجا للاجراءات ديت عشان تقدر تنفذهم. فدي برضك دي يبقى هنا الزوجه القانون جه عليه، لان ما كفلهاش يعني ما كفلهاش الاسلوب الكريم ان هي تحصل بيه على النفقات بتاعتها، وبتؤدي الى مماطله غير عاديه على فكره. يعني مثلا دعوه الحبس دي ممكن تقعد 8 شهور على ما تاخد الفلوس اللي هي صرفتها، وصرفتها منين الله اعلم بقى، يعني اشتغلت وكافحت واجتهدت عشان تربي عياله. فهنا القانون مش في صفها خالص. حالات تانية القانون في صفها من وجهة نظر، يعني زي مثلا حالة الخلع. حالة الخلع الزوجة أول إجراء بتقوم بيه إن هي بتعرض مقدم الصداق، اللي هو في غالب الأحيان كلها يعني أو وثائقنا بتاعت الزواج كلها بيبقى مقدم الصداق 1 جنيه. فبتعرض المقدم الصداق 1 جنيه وبتتنازل عن جميع حقوقها إلا القايمة، لأن القايمة هي بتستحقها برضه. فالنهارده انا شاب جهزت وصرفت وكونت نفسي، دفعت لي مثلا 300000 جنيه في القايمه، تيجي الزوجه تخلع وترفع دعوى الخلع وتدفع لي 1 جنيه وتاخد مني 300000 جنيه. طب هنا داخل ضخر، يبقى هنا فعلا القانون في صف الزوجه. ده كده يعني دي نوعين بس من القضايا انا بقارن لك، هي امتى تبقى في صفها وامتى ما تبقاش في صفها. يعني هو يدل هذا الكلام من كلام حضرتك ان في ليس العوار في قانون الاسره ولكن العوار في اليات التنفيذ. ايوه طبعا الصعوبه في اليات التنفيذ نفسها. انت دلوقتي عم بتاخد حكم متجمد نفقه او ايا كان نوع الحكم اللي انت خدته، انت عم تيجي تنفذه في صعوبه في التنفيذ. افرض الزوج هارب، انا اجيبه ازاي؟ في دلوقتي صعوبه في التنفيذ، القانون فيه عوار في الحته دي. انا الزوجه دلوقتي ال 500 جنيه زي ما استاذ محمد قال اللي انا باخدهم من بنك ناصر ما يكفيش معيشه اطفال، ما يكفيش معيشتي انا شخصيا، ما يكفيش حاجه. فدلوقتي في صعوبه في تنفيذ. خلينا نرجع للدكتور عبير. السؤال عشان بس هو في ضيق في الوقت، اختلاف الثقافه، يعني قلما لما نلاقي في محاكم الاسره مهندس او مهندسه واقفه محكمه الاسره قدام زوجها، او تربوي قدام زوجته، او زوجة قدام زوجها المهندس. هل اختلاف الثقافة برضه هو ده سبب من الاسباب اللي بيوصلنا لمحكمة الاسرة من عدمه؟ وهل ايضا يعني عشان لم يعني اقصد بالمعنى الصحيح، الثقافة ليست الثقافة العلمية، انا اتكلم عن الثقافة العلمية والثقافة في العادات والتقاليد والاصول التي تربينا عليه. يعني بمعنى ان الثقافة دي برضه موجودة في بلاد الصعيد وفي القرى والى اخره، المشاكل دي ما بتطلعش بره. فهل اختلاف الثقافة ده هو اللي تأثير كبير في الموضوع ده؟ خليني اقول لك، المشاكل موجودة على كل المستويات، سواء الثقافة عالية او ما فيش مستوى ثقافي، بدليل ان احنا عندنا في الريف الاصيل لا، المشاكل مقفول عليها وبتتحل ما بيننا وما بين بعض. في الصعيد قوي برضو نفس القصة. ولو أنا بتكلم بقى هنا عن ثقافة تكاد تكون ما فيش ثقافة، ولكن في عندي تقاليد، عادات وتقاليد، في عندي عادات اتربينا عليها. خليني أقول لك إن أنا عشان أبني بيت أهم حاجة عندي الأساس. لو الأساس بتاعي واقع البيت هيقع. الضحية بقى يا أستاذة منى، إحنا في الآخر الضحية بتبقى إيه؟ بتبقى الطفل. يعني احنا شايفين الضحيه هي طفله، في ناس بتعتبرها زوج وممكن تعتبرها زوجة. يعني ناخد راي سريع كده من استاذ محمد، الضحيه في النهايه مين؟ الاطفال طبعا. الاطفال بشكل مباشر. تمام. اما الموضوع بيبقى له بعد تاني.
والدكتوره بقى هي تجاوب لنا على البعد الثاني. انا شايفه ان الكل بيدفع الثمن، الكل ضحايا. هي بلقب مطلقه اللي هتحصل عليه، بنظره المجتمع لكلمه مطلقه، هو بتجربه فشل مرت بحياته، حتى لو ما كانش عنده شك بقى شكاك. الاولاد بس ممكن الراجل بيكون متماسك اكتر من الست. بتختلف لان ده انسان وده انسان. الاطفال طبعا نفسيا 2000% هيدفعوا الثمن. احنا كمجتمع بندفع الثمن لان الاسره نواه مجتمع، وانا عندي اسره مفككه يبقى الناتج عندي مجتمع. طب خلينا ما فيش النهارده اطفال، مين اللي بيدفع الثمن بقى، الزوج ولا الزوجه؟ الاثنين بيدفعوا الثمن. ايوه دي حقيقه. رايك استاذه شيماء؟ الاطفال طبعا، لان انا بتكلم على ما فيش اطفال. ما هو الدكتور عبير قالت لك الاثنين، فعلا ده حقيقه. الاطفال طبعا هي اللي بتدفع الثمن، لان انا عندي حاله غريبه، الحاله دي شويه يعني الحاله دي وجعت لي قلبي يا استاذ حماده والله. طفله 4 سنين يعني ما تعرفش حاجه، فباباها انا عن الزوجه، فباباها اتحبس، فكلمتني في التليفون فرحانه جدا بتقول ايوه يا استاذه انا فرحانه احبسيه كمان وكمان. فانت خليت نفسيه الطفله ما فيش انعدمت خلاص، في بتزرع كراهيه من الام. أيوة طبعا. ايوه طبعا. هو الموضوع دوت موضوع طويل، واحنا طبعا مش من حلقه واحده نقدر نحل المشكله او المشكله اصلا تتحل، بس يمكن احنا يعني حبينا نوضح في رساله بسيطه ان الضحيه في الاخر هي الاولاد. بنشكر الاستاذه انعام السيد المحاميه، بنشكر الدكتوره عبير سكر استشاري العلاقات الاسريه، ونشكر جدا للاستاذ محمد الجندي المحامي. مش عاوزين نتكلم الكلام التقليدي عن قانون الاسره، مش عايزين نتكلم عن تعديل القانون والحقوق والواجبات. احنا جايين النهارده نقدم رساله واضحه جدا، هي اننا اصلا ما نوصلش لباب المحكمه الا في حالات خاصه، مثلا واحنا ممكن نتكلم عن الحالات الخاصه والخيانه، ما تبقاش تحت ضغط المحاكم وضغط القانون. في اسباب كتير جدا للطلاق، واول الاسباب دي هي الاختيار الخاطئ، وهو ان الازواج دلوقتي بقت بتختار على معايير مختلفه، وان الاختيار اصبح بعيد كل البعد عن التوافق الفكري والتوافق الاجتماعي والتوافق المادي ايضا، فكان لابد من حدوث شكوك وتخلخل في العلاقه. وكمان للاسف احنا الاثنين كزوج وزوجه غلطانين. احنا ما فيش الزوجه من الاختيار الخاطئ، هي كمان بقت بتختار الشخص الغني الوسيم، بعدنا عن الدين بعدنا عن الاخلاق، بتتجوزه من غير ما تشوفه اصلا. ده في علاقات وفي زواجات بتتم من بره مصر عبر الانترنت. ونرجع نقول ان اختيارنا هيبقى صح، لا اختيارنا في الاخر هيبقى غلط، هنتعود وهيبقى في حالات طلاق اكتر، وهيبقى في حالات تفشي في المجتمع من نوع من الفشل، فشل مجتمعي. في هنيجي كمان نتكلم عن سبب قوي جدا، وهو سبب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي هي غزت حياتنا دلوقتي، بقينا بنشوف حالات خيانه زوجيه بصفه مستمره جدا، بقت شيء طبيعي جدا في عقول كل الشباب ان احنا نشوف ان الزوج بيخون مراته بيسميها نزوه، بيبقى ليه علاقات كتير مع اشخاص ونقول ده تحرر. هي المشكله دي هي مش تحرر، هي مصيبه حضرتك بتهد بيوت وبتشرد اطفال. وكمان مش هنسلط الضوء على الزوج بس وان هو دايما خاين، انما كمان بعض الزوجات بنلاقي لها علاقات مع اشخاص عن طريق الانترنت، وتقول لك بتسلى، اصل سايبني طول اليوم، بشغل وقتي، عندي فراغ عاطفي. ده غير طبعا البنات اللي بتسمع الاستاذه بلوى الشربيني ان لو جوزك كح في وشك البلوك المتين، وطبعا المصطلحات الرنانه زي الاندبندنت وومن والمراه الحديديه، لا طبعا ده غلط. هو الوقت سرقنا، والمخرج كل شويه يقول احنا خلاص انتهينا، لقينا كلام تاني ولينا مناقشه تانيه ان شاء الله باذن الله. نلتقي بكم الاسبوع القادم يوم الاثنين في حلقه مثيره جدا، الحلقه التانيه حلقه قويه جدا هتعجبكم. واحنا والناس، من الناس للناس. السلام عليكم.